السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات ذهبية والهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، لاعب طالما صال وجال في ملاعب كرة القدم، وله من الأهداف والمراوغات ما لذ وطاب. في هذه الحلقة سنعرض لكم أشهر عشر لحظات أذل فيها كريستيانو رونالدو خصومه. بعد خسارة فريق يوفنتوس لمباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد، احتفل المدرب دييغو سيميوني بطريقة مستفزة أثارت غضب رونالدو. وما جعل الأمر أكثر سوءا هو أن سيميوني قال قبل مباراة العودة بأنه سيبيع البطيخة في شوارع مدريد إذا تمكن يوفنتوس من قلب النتيجة. خلال مباراة العودة قدم رونالدو أفضل ما لديه للانتقام من المدرب الإسباني وسجل ثلاثة أهداف بمفرده. والمثير هو أن رونالدو احتفل بنفس الطريقة المستفزة التي احتفل بها مدرب الفريق الإسباني في مباراة الذهاب. كانت تلك أكبر إهانة يتعرض لها دييغو سيميوني في مسيرته، كما أنه أصبح محط سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن ماذا عن إسكات جماهير واحد من أفضل الفرق في العالم؟ وحده رونالدو يستطيع فعل ذلك. في عام 2012 اشتد الصراع بين رونالدو وميسي، خاصة بعد فوز فريق برشلونة بمباراة الكلاسيكو. في ذلك الموسم حطم ميسي الكثير من الأرقام القياسية وتصدر قائمة هدافي الدوري بفارق هدف واحد عن رونالدو. استغلت جماهير برشلونة ذلك للسخرية من رونالدو، لكن في الجولة التالية واجه ريال مدريد فريق غرناطة، وفي تلك المباراة لم يسجل رونالدو هدفين أو ثلاثة أو حتى أربعة، بل أنه سجل خمسة أهداف كاملة في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد بتسعة أهداف مقابل هدف واحد. الآن سنتحدث عن مباراة مصيرية جمعت المنتخب البرتغالي بالمنتخب السويدي. إنها المباراة التي ستحدد من الأحق بالتأهل لكأس العالم. كان هناك رجل واحد يستطيع مواجهة رونالدو وهو زلاتان إبراهيموفيتش. سجل رونالدو هدف التقدم لصالح فريقه في الدقيقة 49، وعلى الرغم من أن الجماهير كانت واثقة بأن رونالدو سيقود المنتخب إلى التأهل، إلا أنهم فقدوا تلك الثقة بعد أن سجل زلاتان هدفين متتاليين. حينها أصيب الجميع بالإحباط، وكان المنتخب البرتغالي متأخرا في النتيجة قبل 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة. لكن رونالدو كان لديه رأي آخر، حيث سجل هدفين آخرين وقاد منتخب بلاده للتأهل لكأس العالم، وهو أمر لا يستطيع زلاتان نسيانه. ما زالت تلك الذكرى السيئة عالقة برأس زلاتان إلى غاية اليوم. سنعود مجددا إلى دوري أبطال أوروبا، وتحديدا إلى اللقاء الذي جمع ريال مدريد مع يوفنتوس. لم يكتفي رونالدو بالفوز في اللقاء فقط، بل أنه قد أذل فريق يوفنتوس وحارسه جان لويجي بوفون بهدف عالمي. في الدقيقة 62 سجل رونالدو هدفا بضربة مقصية رائعة جعلت بوفون يقف مذهولا في مكانه، حتى جماهير يوفنتوس هتفت لرونالدو بعد تسجيله لذلك الهدف الرائع، رغم أنه سجله في شباك فريقهم. حتى زيدان مدرب ريال مدريد في ذلك الوقت لم يصدق ما يراه. في بعض الأحيان يستغرق الانتقام بعض الوقت. كان ملعب أنفيلد مصدر كوابيس لرونالدو في بداية مشواره مع مانشستر يونايتد، حيث أنه سمع الكثير من صافرات الاستهجان هناك ولم يستطع تسجيل أي هدف ضد فريق ليفربول. لكن بعد انتقاله إلى ريال مدريد عاد إلى ملعب أنفيلد مجددا ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا، وهناك راوغ رونالدو الكثير من المدافعين وأنهك لاعبي الخصم. وبحلول الدقيقة 23 من المباراة سجل رونالدو أول هدف له في ملعب أنفيلد. والغريب في الأمر هو أن جماهير ليفربول لم تطلق صافرات الاستهجان ضد رونالدو عندما تم تغييره قبل دقائق من نهاية المباراة، بل أنهم هتفوا باسمه. في عام 2016 طرح أحد الصحفيين سؤالا مزعجا على رونالدو خلال مؤتمر صحفي، وقد كان ذلك أثناء بطولة كأس الأمم الأوروبية. شعر رونالدو بالضغط في تلك الفترة بسبب عدم تسجيله في مباراتين متتاليتين، مما جعل البرتغال تواجه خطر الإقصاء. وقبل اللقاء الأخير مع المجر قرر اللاعبون التنزه قليلا،
وأثناء ذلك اقترب منهم أحد الصحفيين، وكان ذلك الصحفي هو نفسه الذي استفز رونالدو خلال المؤتمر الصحفي، وبمجرد اقترابه نزع رونالدو الميكروفون من يده وألقاه في البحيرة. وفي اليوم الموالي تألق رونالدو وسجل هدفين، مما جعل البرتغال تتأهل إلى الدور الموالي. أما الميكروفون فقد تم استخراجه من البحيرة وبيع بعد ذلك في المزاد العلني لتذهب عائداته إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. رونالدو يمكن أن يكون سببا في مساعدة المحتاجين حتى في أسوأ الظروف. في عام 2003 بلغ رونالدو سن 18 عام، وحينها كان رونالدو ذلك اللاعب الذي يحاول التفوق على كل المدافعين، لكن أشهر الصراعات هي تلك التي جمعته مع المدافع أشلي كول. لطالما افتخر أشلي كول بقدرته على إيقاف رونالدو وصفا إياه باللاعب العادي، لكن أشلي كول تعرض للإذلال مثله مثل بقية المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحدث ذلك في اللقاء الذي جمع مانشستر يونايتد بفريقه تشيلسي. فبعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة نجح رونالدو في مراوغة أشلي كول وإسقاطه أرضا. بدأ أشلي كول وكأنه يمارس بعض التمارين الرياضية على الأرض أو ربما اليوغا، ومنذ ذلك الوقت توقف أشلي كول عن التباهي بقدرته على إيقاف رونالدو. أثناء إقامة بطولة يورو 2020 كان رونالدو منزعجا بسبب استبداله في مباراة البرتغال ضد المجر، لكنه كان ملزما بحضور المؤتمر الصحفي بعد المباراة. وجلس رونالدو على الطاولة وأبعد زجاجتي كوكاكولا من أمامه وأخبر الصحفيين بأنه من الأفضل شرب الماء. ذلك جعل قيمة سهم الشركة تنخفض من $56 إلى $55، حيث فقدت شركة كوكاكولا ما مقداره $4 مليار من قيمتها الإجمالية. واستمر رونالدو بلفت الانتباه في تلك البطولة خلال مباراة البرتغال ضد ألمانيا، حيث أظهر العديد من المهارات الكروية التي أحرجت مدافعي الخصم. في تلك الفترة أصبح النجم البرتغالي حديث الساعة، وتم تداول اسمه وصوره ومقاطع فيديو من مبارياته بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى نجم المنتخب الألماني السابق ديفمار هامان عبر عن انزعاجه من الأداء الرائع لرونالدو في تلك المباراة قائلا بأن رونالدو بالغ في إظهار مهاراته ولم يحترم لاعبي الخصم. بحلول عام 2020 كان فريق يوفنتوس الإيطالي قد تعادل بالفعل في 5 مباريات سابقة ضد فريق جنوة، وفي المباراة 6 وتحديدا في 89 حصل رونالدو على ضربة جزاء والتي ستمنح الفوز لفريق يوفنتوس. قبل تنفيذ ضربة الجزاء تحدث حارس المرمى مع رونالدو بكل ثقة وأخبره بأنه سيفشل في تسجيلها، لكن رونالدو حافظ على هدوئه وسجل ضربة الجزاء ليحتفل بعد ذلك ويصرخ عاليا أين أنت يا بيرين؟ وهذا هو اسم حارس مرمى فريق جنوة. الآن سنتحدث عن لحظة أهان فيها رونالدو ليبرون جيمس، إذ كان الرجلان في صراع لمدة 2 كاملين. وقد بدأ الأمر عندما قام ليبرون بشراء سيارته الأولى، وهي سيارة هامر H12، وهي السيارة التي تم تعديلها خصيصا حسب طلباته. وفي ذلك الوقت كان ليبرون قد انضم حديثا للدوري الأمريكي للمحترفين، أما رونالدو فقد كان في بداية مشواره الاحترافي وقرر شراء سيارة فاخرة هو الآخر. اشترى رونالدو سيارة أودي S3، ومنذ ذلك الحين اقتنى كل واحد منهما العديد من السيارات الفاخرة، ذلك يشمل الرولز رويس وفيراري وبورش ولامبورغيني وغيرها. رفع الاثنان التحدي وقام بنشر العديد من الصور لتلك السيارات في السنوات الماضية، لكن ليبرون لم يستطع مواكبة رونالدو في الفترة الأخيرة. فبمجرد أن اشترى ليبرون سيارة مرسيدس بقيمة $1 مليون قام رونالدو بشراء مجموعة من السيارات الفاخرة بمعدل سيارة لكل شهر، وأبرزها سيارة ماكلارين $1 مليون وسيارة فيراري بنفس السعر وسيارتي بوغاتي إحداهما بقيمة $5 مليون والأخرى بقيمة $12 مليون، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للسيارات التي يمتلكها رونالدو إلى $30 مليون، وهو الأمر الذي لم يستطع نجم كرة السلة الأمريكي تحقيقه. وكما أن رونالدو ينفق الكثير من الأموال، حيث أنفق $4 ملايين على المجوهرات، كما اشترى يختا بقيمة $12 مليون وطائرة خاصة بقيمة $32 مليون، ولديه استثمارات بقيمة $40 مليون وغيرها من الأشياء الباهظة التي لا يستطيع رياضي آخر في العالم الحصول عليها.
هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقة أخرى. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.